بصفتي عضو في التنسيقية الوطنية لموظف في وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، أحضر هذه الوقفة الاحتجاجية التي أبت إلا أن تكون من طرف المقصيين كامة بتنسيق عامة بتنسيق مع الزنزانة 10 وبتنسيق مع شيوخ التربية. فوجودنا هنا للدفاع عن حقوقنا وللاحتجاج على المخرجات التي أتت بها النقابات والحكومة التي هي غير مفهومة، بل أظن فإنها ملغومة. إذا احنا وجودنا هنا للدفاع عن كرامتنا أولا، وللدفاع عن حقنا المشروع بإصدار مرسوم تعديلي لسرقيتنا إلى خارج السلم، لأننا استوفينا الشروط النظامية، فمنا من في السلم 11 منذ 2000، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يبقى دون تحفيز لمدة 20 سنة. إذن تحية للمنبرين الحرين جود وأشطاري على هذه التغطية الإعلامية للمحطة النضالية الأخرى للتنسيقية الوطنية للمقصيين والمقصيات من خارج السلم. إذا مرة أخرى نعود كمقصيين وكمقصيات إلى الاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية على للمطالبة بحقنا العادل والمشروع الذي هو خارج السلم. إذا لا يعقل أن نجد بوزارة التربية الوطنية فئة محرومة من خارج السلم لمدة سنوات، فقد نجد بعض الأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي أو الملحقين في الاقتصاد أو الملحقين التربويين محرومون من الترقية من خارج السلم لمدة سنوات، بل هناك من بقي في وضعية مجمدة دون أن يرقى إلى أو يترقى إلى خارج السلم لأكثر من 24 سنة، بل هناك من خرجوا للتقاعد بدون هذه الترقية، وهذه هذا حجرة وحيف وظلم يشعر به جميع أساتذة المقصيين والمقصيات من خارج السلم. إذا نحن كتنسيقية وطنية عدنا للاحتجاج ومستمرون للاحتجاج من أجل المطالبة بهذا الحق العادل والمشروع، إذا وكذلك للمطالبة بمرسوم استثنائي تعديلي من أجل تنفيذ الاتفاق 26 أبريل 2011. إذا لا يعقل أيضا أننا كنقابات وكحكومة أنهم اتفقوا حول إدراج خارج السلم لهذه الفئات منذ الحوار 26 أبريل 2011، إذا والعودة أيضا إلى صفر أيضا للحوار من أجل هذا المطلب العادل المشروع. إذا فنحن كمقصين وكمقصيات نطالب بتنفيذ هذا الاتفاق، وتحية عالية مرة أخرى.